اول واحد تلقاه مريض لو كان عندي دابا كيفاش نديرو نربطو الاتصال هو سعيد صديقي. تلقى اليوم مين على سعيد صديقي لانه هذا اللاعب كان عزيز عليه بزاف ودافع عليه باش يلعب في ليكيب بريم، ولكن يد وحده راه ما كت غير كتصرفق اخويا راه ما كتصفقش اخويا. انا ملي جبت لي سعيد صديقي دابا هنا اليوم هنا انا نتمنى حلقه نجي فيها صالح ونجي فيها سعيد صديقي باش الناس تعرف. انا حيت سعيد صديقي حنا ضحى معنا باش انا نقول لك انا غنربط الاتصال ان شاء الله وغنديروا هذه الحلقه باذن الله لانه حنا فتحنا لا لا الباب. انا متحدى الجمهور ديال انا غنجيبوا البلاطو حنا فتحنا الباب ما يمكنش نخليو هذا الشيء. اليوم حنا بغينا ارسي طريق، اليوم عندنا نداء وبغينا اللاعب ارجع للحياه ديالو عاديه كاي مواطن عادي. حيت كرويا مشى مشى كرويا يعني لا ممكن ما نعتقوه باش هذا الانسان. الانسان اللي عنده غير ما عندوش حس اجرامي حتى انا فهمتيني لانه حتى الطريقه انا كنت نتلاقى معاه الطريقه ما عندوش حس. كيدوي معاك؟ انا نشوف انا ما بغيتش نقول واحد الحاجه لانه سي فري ما بغيتش نقول لا لا ماشي على داكشي ما كنهضرش على داكشي. مر كيعقل عليك كيتفكر كيعرفني واش مستهم كيفاش ما يعرفنيش الطريقه لعب معايا لاكس راه حنا باش كيشوفني حنا بعض المرات كنا كنصيفطوا شحال هادي قبل انا ما كنتش عارف الحاله ديالو كنا كنصيفطوا عند مراد حيبور كيديو الدراري معاهم فاش كيخرجوا دا معايا ياسين بيو حتى هو فاش كان كيحترف كيفاش كان كيلعب فورو خارج كنا كنديو باش يبدل على الاقل يلقى ظروف. ولكن كيف ما تنقولوا راك عارف طارق خويا نتمنى الطريق ما تكونش حتى شي لاعب شاب. قال لك السبب علاش حبس كوره؟ قال لي السبب ولا السبب حنا كنعرفو انا السبب كنعرفو واش تحقر؟ بيسير كنت تحقر لكن ما الا كنتي انت لاعب انا راه قلت لك فاش وصلنا كاع ريسبوار واحد الوقيته جا ريباندي جابو تعليمه جابو لاعبين كثار اللي سدوا عليه المسار زعما باش ما يلعبش دابا هادشي كامل حيت كيبغي الراجا دابا خلص فاتوره ديال حبو للرجاء البيضاء حيت تجيني راسو ما كاينش شي واحد ماشي رجاوي. انا راه كاين كيلعب معنا وقيله تراوري عبد الرزاق تراوري اللي مشى للاحتراف كان معنا في التشكيله زرعت فيه لاديان ديال الرجاء زرعنا فيه شنو هي الرجاء شنو هي حب الرجاء شنو هي بانك شرف بانك تدخل تلعب في الرجاء. انا راه كتهضر على السين لي سبور شفتي حتى القميص راه كابو